السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد، فيديو بغيت نوريكم فيه، يعني كما عارفين ديجا قبل هذا الفيديو كنت شاركت معكم واحد الفيديو، قلت لكم باللي حولنا المعاز من السطح وهبطناهم لتحت بحكم ان كاينه الضاله. ومهم راكم عارفين الدار ديال الجليج والسيما ما كيصلحوش فيها البهايم، فالحل الوحيد اللي بان من بعد ما فكرنا وهذا الشيء راه قلت لكم ديجا في فيديو اخر، الحل الوحيد اللي كاين هو اننا غادي نحولوا المعاز للجاده. كما كتعرفوا الجاده اللي ديجا كنصور معكم فيها بزاف ديال المرات، كنصور معكم ملي كنكونوا غنطيبوا فوق العواد بحال يعني هاد المينات كلشي رجعنا لهنا كما كتشوفوا معايا، البرمه اللي مولفين كنطيبوا فيها كسكسو، داكشي ديال التراب كلشي تحول لهنايا. متفاهمناش كما قلت لكم ديجا ما بنيناهاش بحكم انه الصراحه مازال ما لقيناش الوقت، وامي بغات تبنيها بطريقه زوينه حيت هي صراحه ما عندهاش تقنيه، فهاد الشيء علاش قالت حتى تلقى شي يعني شي مرا اللي كتعرفوا هذا حتى غنصاوبوها، اما الاخرى راه باقيه في البلاصه. المهم كلشي باقي هو هو الا البلاصه اللي حطينا فيها لهذا المعاز. المهم هاد البلاصه هادي كنت وريتها لكم من قبل، يعني مبنيه غير بالعواد، يعني درنا غير القصب هكا وقديناها، ولكن اليوم قديناها بالطوب، يعني حطينا غير هكا الطوب فوق طوبه فوق طوبه باش اننا كنتفاداو البهيمات ديالنا لانهم يخرجوا ولا توقع لهم شي حاجه ولا المهم ما عرفناش، واصلا ديجا هما فيهم تخسار وداكشي، يعني ما يمكنش لك تخليهم يتجولوا في الجرده بحكم ان فيها شجيرات فيها حويجات اللي نقيين واللي ما يمكنش لينا نعبتو بهم، يعني خصنا ضروري اننا نسدو عليهم واحد شويه باش انهم ما يخرجوش، خصوصا ان المعيزه يلاه ولدات، يعني عندها معيزه صغار اللي داروا كيبغيو يتحركوا بزاف ديال الحويج، فهاد الشيء اللي كاين. المهم هنايا كما كتشوفوا درنا يعني بنينا تحت داك السقف اللي كنا بنينا ديال القصب، السقف ديال العنب كما كتشوفوا، هبطنا نيشان حيدنا داك القصب اللي كان مع هذا، وحنا نديرو هنايا طوب كما كتشوفوا معايا، درنا الطوب يعني درنا طوبه فوق طوبه، حطينا حداها التبن، يعني الصراحه التبن شي حاجه ضروريه بالنسبه لينا حنا بالنسبه للبهيمات، يعني ضروري خصو يكون حداهم اقل حاجه تقدري تحط لهم توجور، يعني هذا التبن هذا خصو يكون ديما في البانيو اولا في البلاصه اللي كتعطيهم فيها الماكل، هذا الربيع اولا الفصه حتى هي ضروريه، يعني ضروري انها تكون دائما محطوطه. الشمندر اللي وريتكم ديجا كما كتشوفوا معايا، صافي هنا راه ديجا فزقنا واحد شويه كما كتشوفوا هنا، المهم داكشي ديال البهايم وصافي هنا، يعني الماء ضروري خصو يكون حداهم. المهم دابا غادي ندخلكم لعندهم باش غادي تشوفوهم. المهم هنا غنحيدو اول حاجه هادي حيت البنات في السطح كاين بزاف ديال التكرفيص، اول حاجه كاين اول حاجه كاين هذا الشاطو كما كتشوفوا، انا غنحاول نصور لكم من الفوق ربما يبان لكم، ها نتوما ديك البلاصه فين كاين الشاطو هي بالضبط البلاصه اللي كاينين فيها اللي كانوا فيها المعيزات، فملي كنشعلوا البومبا وكننساو بعض المرات اننا نطفيوها كيبقى يعمر، كيبقى يعمر السطح بالماء، يعني داك التبن اللي فرشنا اليوم اولا النجاره على حساب كل مره شنو كنديروا داك الغبار ديالهم كيبقى حاشاكم كيبقى يتزق، فكيعطي واحد الرائحه اللي ماشي مزيانه، زياده على ذلك كيولي داكشي خانز حاشاكم، وما واحد الرائحه الناس اللي عندهم البهيمات راه غيعرفوا هادشي، يعني الماء خص ما يوصلش البهيمات الا الا بغاو يشربوا ولا في حاله غنخرجوهم تنسيقوا لهم. فهذه اول مشكله تنواجهوها دائما تقريبا من نهار حاولنا نديروا البهايم في السطح. فتاني مشكل اللي ولا عندنا هي انه من بعد ما ولدت المعيزه ديالنا ولاو ولادها كيحاولوا يطلعوا من داك السور ديال السطح، بحكم يعني ما عنديش كيفاش غنوريكم السور، راه قصير راه ماشي يعني قصير هكا، يعني يقدر المعزه تطلع تقدر تطيح الله يحفظ ولا شي حاجه، فهذا مشكل في حد ذاته بالنسبه لنا حنايا، حيت حتى هما فيهم الروح وخصنا دائما نشوفوا الصحيحه ديالهم ونشوفوا البلايص اللي خصهم يكونوا مامنين فيهم. المهم دابا غندخل لعندهم كنتمنى انهم ما يخرجوش. المهم هنا نتوما
غادي ندخل عندهم. درنا هاد الطوبه هنايا، هاد الطوبه هنايا باش انا لا كنتفاداو يعني انهم يطلعوا. المهم دابا غندخلو عندهم كما كتشوفوا معايا هما. ها انتم شوفوا الديكور، هما دابا راه خافوا مني شويه حيت ما كيعرفونيش اصلا بزاف. المهم ها انتم المعزات ديالنا. صراحه هاد البلاصه مناسبه ليهم بزاف، وصراحه احسن واقيلا حاجه درناها هي اننا حطيناهم هنا الصراحه. الحمد لله يعني اصلا المعيزه ديالنا لا هي لا ولادها ما كتكونش فيهم شي ريحه اللي ماشي مزيانه، هذه اول حاجه. يعني ما كاينش ديك الريحه اللي غتدخل على البيوت ولا هذا، زعما واخا الصيف وكذا سبحان الله العظيم الريحه ديالهم ما كايناش. دابا انا هنايا في وسط البلاصه فين كيجلسوا ما كانش حتى شي ريحه اللي ماشي مزيانه، بالعكس نقيين وزوينين بزاف بحكم ان حتى امي كتهضر فيهم وما كتخليهمش هذا. المهم هنايا الميزه ديالنا تخاف مني صراحه، عزيزه ديالنا هزها ولعب معاها. هانتوما شحال زوينين كيوت، ديجا صورتهم معاكم زوينين بزاف الصراحه. وهادو هما السبب الرئيسي علاش هبطنا المازال هنايا. المازال ما كانش كتخلق لنا مشكل بزاف، كنا كنحاولوا نردوا البال مع الشاطو وداكشي، ولكن صافي ملي ولدات يعني ما كاينش حل اخر من غير اننا خصنا ضروري نهبطوهم. يعني ملي كتوصل للمرحله ديال انهم يقدروا يموتوا يطيحوا من تما ويموتوا الله يحفظ ولا شي حاجه، فضروري خصك تلقى الحل. المهم هذا هو الجو هنا كيف ما كتشوفوا، هنا حطينا ليهم يعني الربيع فاش كيتلاهاو الا بغاو ياكلوا مره مره ولا شي حاجه. صافي ومعزتنا هانتوما كيف ما كتشوفوا الصراحه ظريفه زوينه تتخاف بالعكس ما كتضرب زعما ولا شي حاجه. وتقريبا هذه احسن حاجه درناها في الدار هي هذه، وحنا براسنا ما كنبقيناش كنحملو نستغناو عليها. حليبها ما تشبعوش منه احسن من ديال الحانوت الطبيعي، وبلا ما نهضروا على انه صحي يعني شي حاجه صحيه. تتونسك في الدار والله حتى كتونسنا في الدار، خصوصا ملي ولاو عندها وليدات كتخليك انك تخرج مثلا للطبيعه تجيب لك انت غادي وغتجيب الربيع، وفي نفس الوقت راك غادي كتفوج كتشرب حليب صحي. المهم فيها بزاف ديال المنافع، وابار هذا الشيء كامل اننا ولفناها في الدار وهي شي حاجه زوينه بزاف. وغاليين هذا النوع بالضبط راه غالي، ويعني بواحد الثمن اللي باهض باهض بزاف اكثر من البقر واقيلا، حيت زوينين وهذا حليبهم صحي. وصراحه حنا مهلين فيهم وما عندنا استعداد اننا نستغناو عليها حاليا. المهم هكذا كان الفيديو ديالنا اليوم البنات، كنتمنى انكم ما تنساوش البارطاج وديمونا بواحد اللايك، وان شاء الله غنشارك معكم دي فيديو جداد عاوتاني كيفاش كنحلبوا الميزه ديالنا هنايا، كيفاش كتعامل مع وليداتها. ضروري غنبقى ندير لكم فيديوهات مع الميزه ديالنا. هذا الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير ديالكم اللي كيحفزونا وكيشجعوا دائما عائله فاطمه. شكرا لكم بزاف على المتابعه، تهلاو ليا فراسكم وبسلامه عليكم.